صباحكم مبارك ان شاء الله. صباح صباحك. الخير. مبروك ان شاء الله. معليش نحب نسقسي يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال اكيد تفضلي. الموضوع على موضوع الوالدين، وهذا نعم الموضوع حساس جدا بالنسبة لي، ونشكركم بزاف كي درتوه اليوم وتقولوا طلعت قلبي كما نقولوا احنا. الله يحفظك. تفضلي الله تفضلي يبارك اختي، فيك. مرحبا بك. شيخنا صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير، صباحك سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. شيخنا ما حبيت نقول لك، انا بالنسبه للاب تاعي نعم بابا ظالم بزاف، يحقرنا، يشتي يذلنا احنا قدام الناس. منين كان عنده صوار لاباس عليه وكل شيء، منين احنا خلانا احنا الاخرين، احنا حرمنا من بزاف حوايج في حياتنا. مي احنا دايما كنا نطيعوه ونقولوا بابانا وكل شيء كل شيء. مي في الاولى الاستعان، هو بكا وكبير وما كبيرة، وخاوتي تزوجوا وعندنا نسا خاوتي هنا معانا، نعم ودايما يشكر امها ويضربها على جال نسا خاوتي، ويضربني حتى انا بنته قاعدة في الدار مانيش متزوجة، ويضربنا ويظلمنا. ودوكا امها راهي غضبانة، عندها شهرين وهي في بيت جدي، ما زالت ما روحتش، ويستناو خاوتي يديروا لنا حل في الدار. نعم بصح انا خايفة من موضوع عقوق الوالدين هذا، انا ندير له ياكل نغسل له ونطيب له، بصح ما نهضرش معاه، ما نقدرش. اسمح لي يا شيخ، بابا الكلمة هذه ونكرهت وما نحبش حتى نشوف فيه. تلمو يضرب ما كبيرة مسكينة، تعبت معاه وقاست معاه وجابها صغيرة، هزت له والدي، هزت له نانا امو اللي هي امو راهي عندنا، امو اللي تهز فيها، وامو راهي عندها خويا معاق وما تقدرش، وتعبت بزاف في حياتها. وحبيت نقول اسكو انا هكا نكون عاقه بالاب تاعي ولا لا؟ لا انا ما نتكلمش معاه وما نحبش حتى نشوف فيه، نحط له ياكل نعم نفرش له نطيب له نغسل له، مي ما نحبش واضحة ما نحبش نشوف فيه. نعم واضحة رسالتك يا سهام، ربي يكون معك إن شاء الله وتسمعي، رغم أنه وقت الفقرة انتهى، ولكن معليش نزيدوها للشيخ. الشيخ اللي هو الله يبارك فيك، ربما الله يحفظك، ربما هو موضوع آخر اللي هو ربما أيضا عقوق الوالدين. نعم فتفضل شيخ. والله ذكرتني الأخت بقصة وقعت في سيدنا في وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء رجل يشكو عقوق ابنه إلى أمير المؤمنين عمر، فدعا سيدنا عمر الابن مع أبيه وقابلهم، قال لماذا عصيت أباك؟ قال لقد عصاني قبل أن أعصيه. قال كيف ذلك؟ كيفاش الأب يعصي ولده؟ قال أولا لم يختر لي الأم التي تربيني، حقوق الأبناء تبدأ قبل الزواج، اختيار الأم المحضن الذي يربي الأبناء، هذا الحاجة الأولى. قال الأمر الثاني، قال لم يختر لي الاسم، اختيار الاسم راه مهم جدا، لذلك أنا نتكلم على الشطر الثاني من المسألة، ما نلوموش غير الأولاد، كيما يغرس الانسان يحصد. نعم في حاله سهام شيخ الان، نعم. سهام تقول لك خلاص انا الوالد تاعي شفته دار بزاف صوالح، لا انا انصحها. هذه الاخت الامر الثالث اللي قالوا ما علمنيش وما قرانيش، خلاني جاهل، انك لا تجني من الشوك العنب، خلاص كيما غرست كيما نعم. تقطف، غرست العنب تقطف العنب، غرست الشوك تقطف. شيخ وفي حاله الشوك. سهام وفي حاله سهام نقول لها مهما يكون راه باباك، يكفي انه كان سبب وجودك. دائما يا أختي يا بنتي قولي شكون سبب وجودي مهما كان. سيدنا إبراهيم باباه مشرك، ارتكب أكبر ذنب وهو الإشراك بالله، جعل لله ندا، ومع ذلك خاطبه بخطاب فيه أدب فيه لطف. حتى باباه واش قال له؟ يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني مليا. هذا باباه يقول له يعني ماذا؟ كيف يكون جواب ابنه؟ قال سلام عليك. يعني في هذه الحالة يعني سهام فقط عليك. تصبر وتصابر نعم. وتعملوا بالحسنى أكثر، ممكن يلين قلبه بل أكثر من ذلك. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. تستغفري الباباك يعني له وأساء أنت أحسني، ادفع بالتي هي أحسن. كيفاش ما تخزريش في باباك؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت اللي تغيري باباك تقدري نعم. تغيري نعم.